شهد اليومين الثالث والرابع من مهرجان تبوريدا بجماعة الساحل ولاد حريز إقبالا جماهيريا مكثفا لم يسبق أن شهده الموسم خلال السنوات الفارطة من خلال معاينة ميدانية قامت بها عدسة برشي نيوز لمست من خلالها استحسانا من جميع الفئات سواء مقدمي السربات أو الخيال أو الزوار. العام كان إقبال كبير هذا الموسم والساحل ولاد حريز في النسخة ديالو الرابعة نقدمي الحمد لله ناشطين كاين الرواج لو الدليل على ذلك ان كان واحد الحضور كبير ديال الجماهير الغفيره وبالنسبه للتنظيم كان في المستوى وحنا صاهرين على هذا الشيء والحمد لله داز على احسن ما يوران وما نساوش المجهودات ديال رئيس اللجنه المنظمه السي صالح الصبار وبالاعانه ديالنا حنايا ولا ديال الجمعيه ونتمنوا العام الجاي ان شاء الله يكون الاقبال احسن من هذا العام على الحفره الزين الحمد لله وكنهنيوا هاد الناس وهاد رئيس الجماعه والسي بوبكر والسلطه والوقايه العامه يعني وراه هادشي راه كيفرح راه بخير وعلى خير والحمد لله ولله الحمد ولله الحمد. اولا كنبغيو نشكروا رئيس جماعه الساحل ولاد حريز على هذا المجهود اللي قام به من خلال تنظيم هذا المهرجان اللي هو تعودت عليه الساكنه كل سنه يعني كتنشط هذا الجمهور الحاضر وبصراحه يعني كل شيء تنظيم زوين كل شيء مخير هذا الشيء اللي كاين. هذا المهرجان ديال جماعه الساحل جينا ليه قصرنا احنا من جماعه الغليميين جبنا العلفه ديالنا وجاو جميع الناس كلنا وشربنا وضحكنا ولعبنا والحمد لله والله الا بخير وعلى خير. حنا دابا طالعين دابا نيت طالعين نلعبوا وكلشي دايز بخير وعلى خير. هاد الناس لا السيد الرئيس ولا الناس ديال الجمعيه ولا السلطه ولا القوى المساعده ولا الناس ديال الطيب ولا البارود ولا سميتو ولا الماكله اللحام ولا الزرع ولا التمن كيقوموا كيتعاونوا مع الناس ديال الخياله. وتتسم النسخة الرابعة لمهرجان تبوريدا هذه السنة بتسجيل انتعاشة اقتصادية وحركة تجارية تتبين من خلال ارتفاع عدد المقبلين على البيع والشراء سواء للتجار أو الزبناء. وداك الشيء منظم مزيان ومعاونين معنا ما كاين لا حيت كاين شي بلايص كيكريو البلايص وداك الشيء ولكن هنا جا عندنا الرئيس الجماعة وقال لنا ما حتى واحد ما يكري شي بلاصة ما تخلصوا حتى شي حاجة ومن هذا المنبر تحياتنا ليه ومعاونين معنا. ويشار انه تم تنظيم وجبه غداء رسميه بعد زوال اليوم السبت على شرف ضيوف المهرجان.